باش اخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد، تحدي جديد. معنا التحدي ديال اليوم، عندنا الدراري 8 ديال الخبز ديال الشعير، وعندنا في الفينال عندنا الحليب الدراري بالمناسبه. اول حاجه نعرفكم الدراري، معايا رضوان ملك التحديات، امين او بيتشوب او ايوب تي في. فوالا الدراري، فوالا اول حاجه غنديروا القرعه، غنديروا جوج مع جوج باش ندوزوا للدور الثاني. انا باغي نطيح اخويا مع امين. ياك اخويا حتى ايوب معاه نطيح. فوالا دير القرعه اخويا، خالد اخويا دير لهم قرعه اخويا. ايوب وامين ورضوان. لا شريك سير اخويا، جوج الاولين الدراري يجلسوا هنا ويبداو على بركه الله. A few moments later. سير اخويا، خذ اخو جدي ولك. وصلنا اليوم انا. بالمناسبة تسناو الدراري نسولو الجمهور، خويا اش بان لك انت اخو؟ شحال البوريش كيغيبنا؟ امين كيدور. اش بان لك انت اخو الياس؟ انا بان لي اخويا التحدي خصم ديالي قاصح شوية وخايف منه. واش داير الدراري؟ تحاركنا الخبز كي بغيتي يدوب. سمحي لنا مو فاطمة، سمحي لنا بهذا المنبر حركتي الخبز. واش داير الدراري؟ سيرو اخوتي. بالمناسبة نسيت ما شرحتش لهاد الدراري، كاينه 50 درهم كاين مسح فيزياء. ما ماشي من واخا الماء نديرو ستوبين مازال الماء. ما تشربش شي اخويا الكاس ديالو الاخر تاهو باش نكونو متعادلين. لا 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 الو. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معايا؟ تباع اخويا. يلا حافظ الصلاه. زعما اخو رزان تحدى الله. كي جاك تحدي اخو رضوان؟ صعيب اخو. الخبزات كي دايرين ناشفين ولا؟ خويا امين كي جاك التحدي؟ رضوان قريبي سالي غادي مزيان، اللهم بارك. غادي تبارك الله ولك الجميل. سهل رضوان. يلا امين فينا. امين خوك من نهار البطاطا ما بقى داير والو اخويا، من نهار ضرب البطاطا ما بقى داير حتى شي حاجه. والله شي حاجه صعيبه هذا اخويا، والله بزاف. كنت تفرع عند نادم مقاتلين معاه تشربوا وحلج. رضوان سالا، رضوان سالا. باقي اخويا شحال باقي لك؟ باقي لك بزاف اخويا رضوان اخويا، هو الملك التحديات دابا. اللهم بارك.
مستقبل. روح لي هنا والله روح لي هنا يلا اخو الله. صعيب اخوي اللي كيقول انا خويا يضرب جوج من هذو ناشي قاسي والله اخويا رضوان سهله اللهم بارك اللهم بارك. كيجاك اخويا امين المنافس ديالك؟ صعيب صعيب هذا قصدي ما كنربحو ولا كنربح. كيجاك التحدي ديال اليوم؟ صعيب اصعب تحدي خويا التحدي صعيب انا كملت واش خبزه شاب الزز اخويا والله والله الدراري والله والله تبارك الله عليكم والله الدراري. A few moments later. دابا الدراري دزنا الدور الثاني الدور الاول الدراري الثانيين معايا ايوب ومعايا بيتشوب عندنا دراري جوج خبزات لواحد بالمناسبه كما شرط ليه واجدين واجدين يلا الدراري بسم الله يعني خوت عايصو جوج ايوب ودراوش بزاف عليهم فاف فاف في مكفشه. التحدي الاخر وقع على غنديرو على شي جوج غنيمي وقع على مزياني جوج غنيمي وقع على ثلاثه ثلاثه غنيمي ثلاثه غنيمي كيدوش اخويا بالمناسبه بالمناسبه غنحيد كاسكي دابا باش بان شو تخيل يدير غنيمة ايوب في اليوم؟ والله الدراري سير اخويا غادي مزيان عطينا هو الدراري كاس ديال الماء كاس ديال الماء باش يدوزوا الدراري هاد جوج خبزة الشاح فين الناش فين؟ كنت تخيلوا عصا المال الخبز والماء والراس ديما في السماء والله رضوان الدراري رضوان داز معايا الدور النهائي في حليب الدراري بالمناسبه كما شرط ليه الدراري تبارك الله مجاهدين وكان اللهم بارك ايوب بلي قريب يساري اللهم بارك غادي مزيان بلي هو غيدوز الدور النهائي كتسناكم الدراري الحليب الدراري في الفينال بالمناسبه بلا ما نديرو ليه الاشهار لافوكا والله الخبز الاولى مشات الله يبارك والله سكاح وقع على سكاح ايوب تبارك الله سلام خبز مول بخبز ايوب قول الله مبارك اخوي برتي تاخذ الخبز الاولى مالك وقريب يسالي الخبز الثاني جي مغدي لاحظت خويا خالد خويا الدري ابوندونا بالمناسبه الدري ايوب داز معايا الدور النهائي الدور النهائي والله معنا لا خويا بارك عليك اخويا مالك اخويا مالك اقول لي مالك اخو وحنا تلك اخويا ولا مالك قول لي شرب الماء شرب الماء اخويا شرب الماء A few moments later. بالمناسبة الدراري داز معايا رضوان الدور النهائي وأيوب دور النهائي أيوب أيوب كيدير استعدادات باش يضرب لي هذا الحليب هذا علاش أيوب غيربحني؟ ما كملش خبز أخويا شغلو هذاك المنافس ديالو هو اللي أبوندونا أخويا واش واجدين الدراري؟ واجدين سيروا الدراري بركة الله ويلي ويلي اللهم بارك اللهم ويلي 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 ايوب خويا ايوب شنو كتقول اخويا في هذا خويا الصراحه اخو صعيب ولكن حليب بحال اللي فهمتي شي حاجه كملش هو ما كملش الصراحه هذا قطع معايا في الخبز غنضعف ملخه شنو بغا تقولوا الدراري للجمهور الدراري نتمنوا لكم التحدي وتقابونا وعندنا عاد ابليسات فيتنس ديروا جيم وديروا شي كومونتير زوين الدراري وتشوفوا الدراري فيديو جديد السلام عليكم.